بداية يا أصدقاء، أتمنى التوفيق للجميع. اليوم يا أصدقائي جبت لكم قالب وورد بريس احترافي، وسعر هذا القالب 69 دولار، لكن راح أقدم لك إياه مجاني زائد طريقة التركيب. قبل ما أبدأ حلقتي يا أصدقاء، أتمنى دعوتكم للشعب الفلسطيني الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. مبدئيا يا أصدقاء، هذا شكل القالب، قالب احترافي بحت. أداء الهاتف المحمول 95%، ما يلزمك ولا أي إضافة تسريع القوالب أو الورد بريس. حزمة كاملة من الميزات والإمكانيات لموقع النشر. قالب وورد بريس محسن الأداء، تصميم جذاب ونظيف، إعدادات سريع وسهل، مجموعة رائعة من الأشكال، معدات، أخبار، شركة إنشائية، رياضة، آلي، مدني، وسائط. كل ما كان قالب الورد بريس مهيأ، سريع، قوي، يكون في عندك إترافيك، سرعة قبول أدسنس، وأرشفة أقوى في محركات البحث. القوالب الورد بريس كل ما كانت مهيئة بالكامل أفضل، كل ما كانت أحسن بكثير. خلونا نركب هذا القالب لحتى نشوف مزاياه وشكله وترتيبه. أول إشي أنا راح أجي على الموقع الخاص فيه. طبعا أنا كنت مركب هذا القالب المميز والرائع، لكن راح نعتمد القالب الجديد. نتوجه على قوالب ونقوم بإضافة قالب جديد. رابط التحميل راح يكون أسفل الوصف. رفع قالب بالشكل هذا يا أصدقاء. نتوجه على سطح المكتب ونرفع القالب الجديد لحتى نشوف مزاياه المميزة. هل هو سريع، طريقة التركيب، التهيئة والترتيب. نعم، تفعيل القالب، وتم تفعيل القالب. خلونا نشوف كيف الشكل الرئيسي للقالب دون أي تعديلات. صراحة شكل ملفت للانتباه، وإذا لاحظتوا قالب سريع جدا، قالب مميز جدا. يعني شوف الترتيب ووضوح الصور يختلف عن القالب اللي كان راكب أول. الآن بشكل البسيط إعدادات القالب، في إعدادات بسيطة. نتوجه على الأشكال أو الدوجان، التخصيص. أول إشي عندك التخصيص اللي هو شكل الموقع، تقدر تعدل عليه بالشكل اللي أنت بدك إياه. هوية الموقع اللي هي الصورة زي ما انتوا شايفين، ألوان الموقع، اللون الرئيسي، شكل هذا بدك تعدل عليه بالشكل اللي انت بدك اياه زي ما انتوا شايفين. احنا نحط اسود، اسود لون مميز جدا، وتعدل على الألوان اللي بدك اياها. القوائم زي ما انتوا شايفين، القائمة الرئيسية وقائمة الفلتر، لكن راح نرجع نشوف. أوه شكل أسود، والله مميز، قالب مميز جدا. لكن خلونا على الشكل هذا. التعديلات، الهايد، تعديل الهايد، تمام. نعمل ترجمة بسيطة. الطباعة، إعدادات الصفحة الرئيسية، أحدث المشاركات للتخطيط، الشكل بدك اياه بقائمة جانبية، بدون قائمة جانبية، قوائم، تخطيط قوائم او تخطيط شبكي، الأعمدة، كذا كذا، ممتاز. نرجع الصفحة الثابتة، تمام. نرجع لورا، العلامة التجارية، لافتة علوية، إعلانات أدسنس تقدر تضيفها هام أو خلفية، ممتاز جدا. إعدادات الرأس اللي هو الهايد، التخطيط الأول، التخطيط الثاني، ممتاز جدا. التخطيط الثالث، روعة. التخطيط الرابع، طب خلينا نشوف التخطيط الثاني. التخطيط ممتاز جدا جدا، يعني صراحة عجبني. وتقدر تعدل على الشريط، شريط علوي، شريط سفلي، و
تقدر تظهر ميزة البحث، عرض متابعة الأقسام. خلونا نشوف كيف شكل الموقع أصبح. صراحة احترافي بحت. الآن نشوف المقالات. مقال كبير، سريع، ممتاز، مهيأ، مع أوه. رائع جدا. الآن خلونا نشوف سرعته، فحص سرعة الموقع. هل أنه يستحق هذا التصميم أو هذا القالب الإمكانيات المطروحة؟ نفحص سرعة الموقع عن طريق اللي هو سبيد تيست جوجل، يعطيك ميزة فحص سرعة موقعك وكم الأداة تاعه وكم الترافيك تاعه. بصراحة تصميم رائع جدا، لكن بدنا نشوف إذا في خيارات للقالب نفسه. ثيم ديمو، أو يقدم لك أشكال ديمو كمان. ممتاز جدا. 86 جهاز الجوال. أهم مبدأ في مواقع التصميم الووردبريس إنه يكون الهواتف سريع جدا، لأن أكثر شيء ترافيك على مستوى العالم تيك توك، فيسبوك، تليجرام، أي منصة كان من الهواتف، خاصة المواقع الإلكترونية، فالناس أكثر شيء تتصفح من الهواتف. فهو الكمبيوتر للجوال 86%، 99 يعني خيالي جدا. ممتاز ممتاز جدا جدا. خلونا نشوف الأشكال. في عندك الشكل هذا ديمو، شكل هذا ديمو، هذا ديمو، هذا ديمو، هذا ديمو، هذا ديمو، هذا ديمو. صراحة مميز مميز ويستحق. خلونا نشوف هذا الشكل. تقدر طبعا نعمل ترجمة. عنصر تحديث الصور المصغرة، محتوى العرض التوضيحي اللي هو المقالات، الصفحة الرئيسية، المخصص للأدوات، استوراد. يأخذ مدة 3 دقائق أو 2 دقيقة لحد ما يستورد النص بالشكل المميز. لكن والله صراحة هذا أجمل قوالب الووردبريس، من أجملها وأسرعها وأقواها. زي ما أنتوا شايفين عدل التصميم، فهذا تصميم للهواتف رائع جدا جدا. نعمل تحديث. ما زال في استرداد، ننتظر عليه شوي ونفحص سرعة الموقع، هل هي مميزة تستحق أو لا. طبعا يا أصدقاء، مزايا هذا القالب رائعة جدا. خيارات خاصة للموقع، حقوق الصور، النموذجية التي تمت مشاهدتها في المعاينة المباشرة مخصصة لأغراض العرض، صفحة هبوط، سرعة خيالية جدا، التكامل مع المقدمين الخدمات الخارجيين. ممتاز جدا، صراحة تصميم رائع جدا، يستحق انك تركبه وتخوض تجربتك فيه، لانك راح تلاقي فروقات في الارشفة، في ترافيك، في كافة الامور. شوف 50%، طبعا التصميم مخربط لان لحد الان 50%. شوف السرعة 65 نزلت 99. ننتظر عليه شوية. وتقدر تعدل التصميم من التخصيص. التخصيص بتعدل التصميم بالشكل اللي انت بدك اياه. 63 95 88 تم الاسترداد، تخصيص الموقع. نعمل تحديث للموقع ونشوف الشكل. هذا العنوان والشكل الرئيسي بالشكل هذا. ممتاز جدا. طبعا تقدر تعدل عليه. الصورة، نزل لي صور، صور جديدة بقدر أعدل عليها بالشكل هذا. وهذا أيضا الصورة راح أعدل عليها بالشكل. وين الصورة المميزة اللي اخترناها احنا؟
هي هاي نسخ عنوان الصورة او عشان ما يتفاقم علي الصور تنزيل الان رفع الصورة تنزيلات هاي الصورة وهان نختار ايضا الصورة نفسها ونغير هان الصورة نفسها وننزل للأسفل نغير الصورة نفسها وأيضا هان الصورة نفسها. شوفوا ما أجمل الصورة. هذا شعار الموقع نشر. الألوان طبعا إذا بتحب تعدل على الألوان هذا شكل التصميم زي ما أنتم شايفين. تصميم رائع جذاب جدا والله فعلا يستحق التجربة. تقدر تعدل على هذول الأقسام. شوف الشكل هنا. هذا تصميم الموقع. هذا يعتبر من أفضل قوالب الوورد إبريس. وهذه تقدر تعدل عليها الصورة اللي هي على الإعلانات الإعلانات. وتضع بدلها إعلانات أدسنس. محتوى إضافي. الصفحة الرئيسية هان تضع إعلانات أدسنس الصفحة الفرعية لكن خلونا نعدل على الإعلان الموضوع ننزل أيوة البريد ما في إشي في البريد الصفحة ما في إشي في الصفحة الأرشيف أيضا الأرشيف فارغ نرجع للخلف إعدادات متنوعة روابط الفيسبوك والأمور هاي الصفحة معيار مميز تمام إعدادات النشر الأرشيف الصفحة الرئيسية المخطط ننزل حجم الخط يعطيك الفجوات تمام الأعمدة تباين إعدادات العلامة التجارية إعدادات الرأس التذييل إعدادات النشر تحميل التدوين تمكين التحميل المباشر اللي هي تحميل المقال أكثر من المقال نفسه صراحة في كثير مزايا رائعة بدي أخلي هذه المزايا تكتشفها أنت بطريقتك تصميم أكثر من رائع يستحق رابط التحميل راح يكون أسفل الوصف أتمنى دعوتكم للشعب الفلسطيني وأتمنى التعليق على الحلقات لحتى فعلا أستمر رغم الظروف ورغم الصعاب ورغم الألم اللي موجود ما زلت أنشر لكم فيديوهات تعليمية لحتى فعلا أنتوا تستفيدوا أتمنى التوفيق للجميع ويسعد أوقاتكم الطيبة.